نصيحة لي يعني حتى لإخواني القراء، يعني دائما نحن بحاجة إلى أن الإنسان عندما يقرأ القرآن الكريم لابد أن يستشعر أن هناك كثير من الناس خلفك يصلوا، وأنت تقوم بإيصال رسالة الله للناس من خلال هذا الصوت الذي حباك الله إياه. فلذلك ركز على ما تقرأ وكيف توصل وتجود هذه القراءة وتوصلها بشكل يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن أنت في الأخير وسيط، الآن أنت قاعد الآن تبلغ الناس هذا القرآن الكريم، هذه الرسالة تبلغها للناس، فكيف أقوم بقراءتها؟ هذا سبحان الله الشعور عندما يأتي للقارئ، يعني سبحان الله سيجد يعني فتح عظيم من الله سبحانه وتعالى، لأنه يستشعر أن الله عز وجل يعني الآن أكرمه بأن يوصل هذه رسالة الله عز وجل.